شادي ربما الطلبه المفترض يروحوا امتى؟ هل في تفتيش بيتم ولا لا؟ ولو في تفتيش بياخد ممكن وقت قد ايه الطالب وهو بيتفتش؟ والحقيقه يعني طبعا حضرتك عارف ان اللجنه او الامتحان بيبدا تحديدا الساعه 9 الثانيه. الدكتور رضا حجازي يوجه ببدء دخول الطلاب للجان او حرم اللجان يعني من الساعه 8 وربع صباحا، عشان كل طالب يتم اتخاذ اجراءات التفتيش معاه بشكل دقيق دون اي استعجال، ويقدر يدخل لجنته بشكل هادي جدا. وبعدين كمان هنوفر له فرصه ان قبل بدايه الامتحان الساعه 9 بخمس دقائق او بعشر دقائق يتسلم كراسه اجابه البابل شيت وكراسه اجابه الاسئله المقاليه، عشان خاطر يكتب بياناته بشكل هادي ولا يهدر اي وقت من وقت الامتحان في كتابه البيانات. كويس. فالحقيقه ان في يعني اجراءات ميسره ان شاء الله لابنائنا الطلاب، وزي ما ذكرت لحضرتك من 8 وربع صباحا اللجان تستقبل الطلاب.